معاك البوليس يا لالا، بغيت نسولك على الجريمة اللي وقعت. أين جريمة؟ أنا داكشي اللي عندي كامل قلته للكوميسارية شحال هادي. إيه ولكن بغيتك تكليغيها سوغ سارتان بوان حيت ما نقدرش نسل الدوسي إلا ما كانش عندي التيمونياج كومبلي ديالك. ما عندي باش نفيدك، داكشي اللي عندي قلته لصحابك. إيه ولكن داكشي اللي ديكلاغيتي راه كيشد النص ديال لاباج وداكشي بان ليا صغير باغابوغ أنتي كنتي خدامة مع لا فيكتيم ياك؟ وشكون؟ راه سي تري امبورطون بور مو. الا كان هادشي غادي يريحك ما عندي حتى شي مشكل. تفضل. شو
فيها سكر؟ لا لا شكرا. اشنو هما الاسئله اللي بغيتيني نجاوبك عليهم؟ بغيت نعرف لا ريلاسيون اللي كان عندك مع كمال، وبغيت نعرف داكشي اللي ترى في هذيك المدينه و لا ديسباريسيون، فهمتي؟ هادشي ما صلح والو دابا، حيت ما غاديش نرجع له حياته. في كوميساريا عيت ما نقول هادشي، هادو عيت ما نعاودو شحال من ساعه وشهور هادي، وهادشي مازال زايد فيه. صعيب صعيب على الواحد يبقى يوضح ملي كيكون قلبه غارق، صعيب بزاف. المهم اش كيهمكم نتوما دابا؟ مثلا الحقيقه. الحقيقه ما كيحترمها حتى واحد هنا. هي هضري ليا، قولي ليا كيفاش تلاقيتوا بيناتكم. اللي عقلت على راسي كان كمال احسن صديق عند الوالد ديالي الله يرحمه، حيت با الله يرحمه والوالد ديالو كانوا جوج بهم صياده وكانوا صحاب من الصغر. وبا واخا كبر في السن كان باش يعيشنا كان باقي كيمشي للصاد. كتعرف الواحد منا كيكون عنده والو كيقد يدير اي حاجه، حيت كتبقى مساله كرامه. بو علي، بو علي، اهلا. شخبارك؟ واحد هادي ما مقابل غير هاد البحر طالع هو، ما بغيتيش تفهم لي نتايا. واحد عنده الزهر يبقى في البويض ديالو في فراشو مرتاح مع راسو، وشي قهيوه قدامه هادو، وانت غير طالع هو مع هاد البحر. كاين شي حوت؟ هادشي ولا كيطلع الدم، حتى هاد القنت ما بقى فيه والو، حتى هاد الفلوكه ما بقاتش صالحه ليا. واحد فخر ايامو غادي يسيب راسو كيسيد قدام هاد المساكين في هاد الحجر. اجي بعدا كي داير انت مع المتحف؟ راه دوات ليا البنيه. اش غادي يقول لك ابو علي؟ باقا عندنا الخدمه بزاف. سعاد خدامه بعدا ولا غير كتفلا؟ انا مازال صغيره وراسها قصح عارف. لا لا بوي، لا سعاد كبرات ولات معقلات تبارك الله. ودي الواحد اللي كيولد كونو عنده الاولاد خصو لا بدا يخاف عليهم. دابا ما بقى لي غير نشوف لها شي راجل اللي نقلا. لا بوي ماشي الرجال اللي خاصين في هذا القنت. اسمع يا سيدي، شي هاد ولاد اليوم ما يعرفوش يمسحوا حتى خنونتهم من روسهم، اللي عندها كيعرفوا شنو هي المسؤوليه. كيجي بعدا انت ما غاديش تجي الاجتماعات ديالنا، حنا بغيناك تكون بجنبنا. كتعرفني مزيان ابا علي، انا كاع ما عندي مع السياسه. السياسه؟ اسمع ولدي، السياسه غتساعد الناس بزاف شي حوايج كيحتاجوا ليها، وماشي ديما غير القضيه ديال الدين. ابا علي انت كتعرفني مزيان، انا ما عنديش مع هادشي. المهم غنخليك دابا تنبعد ندوز نشوفك. اتهلا ليا فراسك يا رب علي. تهلا الله فراسك. تهلا هالمرة. شو اللي عطل هاد النهار؟ الحاج بغيت نهضر معاك. بعد وصلت. واحد
النهار قلت للوالد ديالي واش ممكن نمشي نخدم عند صاحبك كامل، طبعا كان موافق. في ديك الساعة كامل كان عنده بزاف المشاكل وكان كيشرب بزاف. كان قبيح؟ أنا كنت كنمشي ساعة ساعة عنده على غفلة ملي ما كيكون مع حتى شي واحد، كنلقى ديما مهمة. كان عندك اش كنتي كديري تما؟ كنت مكلفه بالرسائل وكنت مكلفه بالتنظيف ديال البلاصه ديال الطابلوات ديالو. من بعد شويه حسيت براسي داغي كندير كلشي، وليت مكلفه بليزانفيتي وفاش كيكون عنده شي معرض انا كنتكلف له، وحتى ساعه ساعه كنوجد له انا الماكله حيتاش بحكم كان عايش بوحده. بالحق عمري ما حسيت بلي كان كياكل على خاطره، حتى ملي كان كيشرب كان غير باش كان كيقلب على راسو. عاوتاني صافا سعاد؟ الحمد لله. هذا شكون صايبو اليوم؟ انا وماما بجوج. تبارك الله عليكم. تغدى معايا؟ لا بصحة. بنينة بصحتك. قولي يا سعاد، فين وصلتي في الانفيتاسيون؟ تقريبا ساليت مسي كامل. انا هادشي خالعني شي شويه، انا هادي مده ما درت شي معرض. لا سي كامل ما تخافش، انا معك. حقا بغيت نقول لك واحد الحاجه بالحق، بالك تعصب. ديما شي ناس سمعتهم كيقولوا عليك شي كلام ما عجبنيش، ما عجبهمش هادشي اللي ناوي دير. عافاك السي كامل ما تقلقش، صعيب تبدل العقلية ديال الناس وبالأخص الرجل ديال هاد الفيلاج. اي معليش، علاش تضحكي؟ هو ما كانش عنده مع الحكام ولا شي حاجه، حيت احسن حاجه كانت كتعجبني فيها هي الاستقامه والالتزام ديالو، وعمره ما شاف فيا شي نظره خايبه. فاش كتفكري؟ فاش كتفكري؟ والو نسيتي داكشي اللي كنا اتفقنا عليه؟ ايناش ملي كانت عندنا 10 سنين قلتي لي غنتزوجو، كنا مازال صغار. انت دابا راه مازال صغار، منا كبرنا. كتو على شي حاجه قديمه، رحنا ولاد اليوم ولا واش ما فهمتيش شحال كنتسنى هاد النهار؟ وزيدون بكره موافق. با اش قال لك؟ قال لي واش تقدر تموت على قبل سعاد؟ ايه انا نقدر نموت على قبلك. هادشي اللي خسر عليك حتى ديك الوالد ما قال لكش اش غادي يوقع عليك الا تزوجت بهذاك؟ ما يصلحش لك، ما يوصل لك حتى الضفره ديال رجليك، انا اللي نصلح لك. اها مسكين.
وبوسيني. واش تطيتي ولا مالك؟ تي اللي تزوجتي بيا ما يخصك تا خير، تي لي وانا ليك. مسكين، شحال كتعلم. مانا ليا مانا ليك، انا ديال راسي وخليه يمشي بحال هكا. باباك ما غاديش يعجبو الحال اللي شفتك مع هذاك. راه مش صاحبي. انا كابلي العكس. والله ما بيناتنا شي حاجه. المهم هاد صاحبك هذا قولي له ما يتسناش لينا غنتعطلو في الليل. الخدمه واجده؟ كلشي واجد. لي طابلو معلقين؟ كنت كنتسناك غير انت. داكوغ. قالك والو؟ قلت لك، قلت لك غيديروا شي حاجه. طبعا هما يديروا. ما مشوش عندك لاريو؟ لا بلاش، يلا وصلك للدار. وانا كاين في الغابور شفت هضرتي على واحد المراه. انا ما شفتهاش بزاف، ولكن ملي شفتها عرفت كامل علاش كان كيقلب. كان كيقلب على واحد المراه حره ما كتهمش الهضره ديال الناس. السيدة ملي جات هي والديها بداو مشاكل في هاد المدينة. ما كانوش كيجيو بزاف بحال الناس الخارج، حيت ما كانوش كيتوحشوا البلاد. هي ملي جات جلست في الدار الكبيرة، غالبا ورثت على والديها. كتكون ما عندكش جذور صعيب تعرف راسك، بحال جذور تقلعوا لك مشات لك الهويه، وباش يعطيوك هويه اخرى كتصنع الثالثه. في الاخر ما كنعرفوش حنا راسنا، ما كنعرفوش حتى شكون حنا.
حسب الهضره اللي كتدور هي جات كتقلب على شكون وكيفاش مات باها. Il fallait y penser avant. Je ne rentrerai jamais. قولي لي شحال من عامية ما رجعتش. ما عرفتش، ما نكتبش عليك. أنا اللي قدر نقول لك داكشي اللي كيقولوا الناس. وش كانوا كيقولوا الناس؟ هما كيقولوا بزاف القصص مخبعة بين الحقيقة، ولكن على حسب الهضرة ديالها كتقول هي الضحية في هاد القصة، على حسب ملي كتعيشي ذكريات مأساوية ما كتسمحاش. ولكن ضروري غادي يكون شي شعود باقي عايشين من ديك الخطره. ما قدش نقول لك والو، حيت على حساب هاد القصه وقعت هادي 20 سنه وخلت ذكريات قباحين عند الناس المدينه، ولحد الان ما عرفناش اشنو اللي كان وقع بالضبط. C'est une tragédie familiale. Un petit fait jaloux m'a dit alors ma chérie ben je te jure de te le dire la vérité. Arbi, tu m'as lié. Il a Rabbi, mais m'as lié, n'est-ce que je n'ai pas de cahouia? Ou là? Il m'a quand même laissé te le dire au binet un mara loula. اللي عقله عليه هو كان داك الوقيته اللي قبل العرض ديال الطبلوات ديالو الاخري.
ملي واحد المرة واحد الراجل كيتلقى وصعيب توقف قدام الكمية اللي كدوز بيناتو. ايوا سي كمال، فين وصل المعريض ديالنا؟ مزيان، الخدمة اللي درتي ممتازة، برافو. بارك الله فيك. كنقدم لك سارة سي إدريس. سي إدريس ديريكتور ديال لاكالري. اونشونتي سيدي كمال. واحد دقيقة سارة، كثير من اللوحات ديالك تبارك الله عليك، خاصة غير الناس ديال هاد المدينة يقدروا العمل ديالك. بارك الله فيك. خليني نكمل. أنا اللي كنفكر فيه هو أشنو غادي يوقع من يتفاجأ بعضين، يمكن تعجب شي وحدين، لكن المهم هو تفرض راسك. يلا الله يعاونك. الله يعاونك. كتعرفي تقنعي الموجة اللي كتكون جاية من البعيد، كتكون جاية شوية بشوية، جاية صغيرة جاية وكتكبر، ملي كتقرب كتولي كتثق في راسها، كتولي كبيرة. من بعد أي حاجة جات قدامها ما كتعقلش عليها، كديها. سي بيل ميتافور بوغ ايفوكي سيغتان زون. ماشي كلشي بحال بحال. تا با انفي دناجي؟ نو ميرسي. نو ما كيعجبكش الماء؟ نو سي با سا، سوف كو جي جامي ابخي ا ناجي سي تو. شوكو؟ Des fois, j'aimerais que le temps s'arrête, tu sais. Ouais. Hafam kan kono farhanin. Lwaqt ma katbqa ando hatta chi qima. Tu as raison quelque part, Kamal. Mais malheureusement, des fois, kitraw lik f hayatik chi hwayej kif. Tibdlou lik hayatik complètement. اسمح لي، انا كنتش عليا واش كتهضر؟ دونو كامل دونو. شنو درت؟ جو دوا بارتي. تبغي نوصلك؟
Non, merci, je connais très bien le chemin. Sarah, ماشي عيب خلي واحد الانسان المشاعر ديالو تصرف. Ce n'est pas aussi simple. مرحبا، راه خدي راحتك راني جاي. Tu as une vue magnifique à Kamal. عجبتك؟ Tu sais que c'est la première fois que je visite l'atelier d'un peintre. هنا في كنعيش والوقت ديالي كله كندوزو هنايا. وهنا شنو خبيت؟ هذاك سان طابلو اللي خدمت فيه شحال هادي ولكن باقي ما كملتوش. وإذا كملتي خلينا نشوف. بيان سور، أنت الأولى. قول لي يا سارة، ما كتقنطيش بوحدك في ديك الدار؟ ماشي بزاف. تعرفي كمال في ديك الدار عندي بزاف ديال لي سوفونير. اون بليس لا سوليتود دي فوا تقدر تكون اون بون كومباني. نو؟ يمكن مرة مرة. ولكن ما كاين ما أحسن من الإنسان يكون مونس. عارفك ليش بغيت توصلي شارلور. في خبرك ما عمري ما رسمت انت تابلو. تقدري تجربيه. داكور.
داك النهار عرفت ما عنده ما يدير بيا. ما فهمتش شنو وقع لك؟ تقدري تشرحي ليا؟ كمال ما غاديش نقدر نهضر معاك دابا. وعلاش ماشي دابا؟ شنو المشكل؟ يس بونجور tu nous présentes pas? Moi c'est Franck. تشرفين. tu l'invites pas à rentrer? Non, non, il y a eu... Smihili, je vous laisse. Peintre d'ici. Et? Et il expose en ville. Mmh. Ça fait combien de temps que tu le connais? Arrête avec tes questions. Tu es ridicule. Je suis ridicule. Bien sûr. يا عزيزة اللي وقيلة ما عرفتش ما نكذبش عليك. اش ترى هذيك النهار في هذيك الاكسبوزيسيون؟ بزاف الهضرة قبيحة خرجت على هذيك المعارض. بعد النص صعيب عليك تزعزع عليهم العالم ديالهم بشي افكار، وصعيب تخلي الفن يعيش في وسط هاد الناس. الله يرحم الوالدين على داكشي اللي درتي للعائله ديالي. على الاقل غادي نعيش احسن من هنا للقدام. هداكشي اللي قلتي لي ندير باش ناخذ داكشي اللي وعدتيني به غيطيح من قيمتي. كرامه، ما تسوى والو قدام داك الخير اللي غادي دير في عائلتك. دابا لي طرا حتى حاجة ما بقات مهمة، ولا لا؟ ما تبقاش تشوف الأمور هكذا. بنتك قريبة تزوج، وهاد الولد ورقة رابحة، عنده بلاصتو وكلمتو في الفيلاج. أرجع أرجع قبل شغلك، راه ما عندكش علاش تشوش.
قبل شويه من المعرض بعد لقى مع كمال، وكان من احسن ايام حياته، وهادشي قليل كان كيبقى في حياته. ابا عليك كي جاك عجبك؟ واش ديالك هادشي؟ هي وليدي كتصيد الجوهر. واش بعض الشيء بالراس كيتسدوا البيبان وكتذكى ربط الحرب، وملي كيهديها الله كتكون حلوه وميسره. شتي دابا ملي عندك هاد الباطو غادي نرجع معاك. عندك شي قرو؟ لا مخيش كيك بيه بوعلي. صافي عفا الله. انا قلت البنكة كاع ما تقدر تعاود تعطيك كريدي. دفعت لهم طلب مره اخرى، جاب الله تسيسير، واليوم والزرده العرضه عندي مره اخرى بوعلي، مره اخرى. الله يكمل بخير. الله يبارك فيك. صلى في راسك. الله يبارك فيك. يلا كيبقى سعاد كيف ديما هادي شحال ما خرجت من بيتها مشوشاني عليها بزاف هيك ما جرحتيها غادي دير لاباس بحالها بحال باها ماشي غير كتجي وتسامح واش بغيتيني ندير خاصك تديها بنتك اللي ما عرفنا مالها عوض ما تحفر لديك الراجل ما تنساش بان دار فيها الخير وخدمها عنده خاطر براسي على ود عائلتي باش تعيش مزيان بكرامتها فين ما هادي الرجال الحارين علاش كتهضرني بقاو شي رجال فهاد الزمان صافي الله يخليك واخا تقول لي قلتي خاطري ما هناني اسمح لي ما كاينش مشكل الو ماما وي سي بون انا شريت لك داكشي اللي بغيتي كامل شويه عندي بسلامه ما كاينش مشكله كنعرف داكشي كاع المواد تاعنا هما اللي كيقدروا يفهمونا مسكينه مبرزطه راسها معايا ما عارفاش انا تهرز عكاسي فهمتك اوكي نرجعوا لديك الليله ديال الاكسبوزيسيون
معزي كمان، الحرية راهي السلام، هي المسؤولية، المسؤولية ديالك انت. ماشي بيدو، ما كاش عنده اختيار اخر. الله يسمح لي منه في ديك الليلة. من بعد ما بقاوش كيتلقاو مع بعضهم، وكمال ولا كيلصق الطروفة من طابلو بس مثل المعرض. خصنا نكافحوا باش نوصلوا لديك الأوقات، وهذا الشيء هو اللي كيخلينا نقربوا من الإنسانية. وإلا كان المصير ثابت يعني ما كيعنيش يكون مصير ملعون، حيت هو في الآخر غير مصير. خليك حدايا، خليك حدايا. انا حداك، ما تمشيش عمري ما نقد نفارقك. ما بعد غنجمع حوايج
غادي يجي لاباس عليك حبيبي لاباس عليك رونتك معايا لا بالعكس شحال هادي وانا كنتسنى هاد النهار غنكون حداك قد نقيسك فيه شنو درت كنعد براسي بزاف علاش هادشي كله كمال انا كنبغيك كنبغيك سارة كنبغيك سارة سارة كنبغيك إلا جاو خليهم يدخلوا واش هو؟ كنت مالك جاوبيني واش هو؟ انت مالك طلق مني يكون هو ولا ماشي هو؟ انت سوقك؟ اه هو كنبغيه كنحماق عليه انا سوقي سوقي واش فهمتيني؟ هادي سنين ولا كنتسناك واش فهمتيني؟ كنت صاحبي يدخل مع الخروج ولا مالك؟ ها؟ قولي يكون خروج ويكون دخولو واش نطيح عليا العقد؟ شكون انت واش كدوي معايا؟ واش ما بغيتيش تحس بنادم كنكرهك ما كنحملكش ما تمشيش سارة سارة خليك مي الحاجة الوحيدة اللي كنت كنعرف هي راسي كنبغي ولكن هو عمره ما شاف فيا كامرة كان ديما كيشوف فيا كمراهقة كبنت أعز صديقة عنده وهادشي اللي كان كيفقصني رغم أنا كنت باغا نعطي له كل شيء من ثم قررت أنني نعاني على ود بوحدي والقرار كان صعيب صافي من مورا داك الشيء ما بقى عنده والو وما بقاش باغي حتى يشوفني من داك النهار تقلبت لي حياتي والأحلام ديالي كبنت خدت مني بوحشية ما بقيتش قدرت نحقق ذاتي ماشي هادشي اللي كنت كنتمنى ليك اسمح لي Thank you.
كيفاش درتي باش تعرفي الرونديفو؟ النهار كله كان ما عندي ما يدار، نهار طويل كنت كنسبه. Il est arrivé, tout est allé trop vite. Je n'ai pas pu te dire quoi que ce soit. Sarah, je ne sais pas si on a un peu. Je suis désolée. Sarah! Je vais te dire que je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. سي إدريس، أنت هنا باش تبارك لي داكشي اللي وقع البارح؟ شنو نقول لك؟ بسبب الفضيحة ديال البارح، ويلي كثرت عليك الهضرة في المدينة، ودارت بواحد السرعة ما كتصورش. ومن بعد، أنا ماشي أول مرة كنعاني من الجهل ديال هاد الناس. أنا كنعلمك، ما نبغيش المتحفل ديالي يتعرض للتخريب والضياع. أسيدي دير داكشي اللي خصو يدار، ولا غادي نكون مضطر نتاخد شي قرار اللي ما يعجبكش. أنا كنعرفك أنت قوي على هادشي. أنت اللي غلط، إيه أنت اللي غلط. كيجيب ليك الله العقليات كيتبدلو ما بين ليلة ونهار. أنا فقط جيت نعلمك. اسمع عيت معاه وعيت من هاد الفيه، ما بغى يمشي ما بغى يحيد الطبلوات ديالو. هو ما سوقيش. انا ما سوقيش. واش كتفهم ما سوقيش؟ المهم انت غتخليه يقتنع باش يحيد لك الطبلوات ديالو. هذاك الزفت راه راسو قاصح وحمر وما كيعياش، ماشي بحالي وبحالك. اسمع بنادم، اسمعني مزيان. السي المدير، شوف انت غتلقى ليه نقطة الضعف ديالو، فهمتيني؟ وكل راجل. هي
شنو كديري هنا؟ كنتي كتسناني؟ بصراحة لا. عرفت كنتي كتسنى سارة. بغيت أنا اليوم نكون سارة. سعاد؟ ش حماقيتي ولا مالك؟ حماقيتي. إيه 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 صافا با. علاش كتدفعني هكا بحال شي كلبة؟ علاش كتعامل معايا هكا؟ أنا كنتعامل معاك عادي، أنتي بحال أختي. أختك؟ أختك؟ علاش حشمتي تقولها؟ قول الخدامة ديالك. سعاد جيبي، سعاد ديري، سعاد طيبي. خدامتك فام دو ميناج. هادشي ما كاينش، وانتي احسن من هادشي. ملي انا احسن من هكا وريني الرجوله ديالك. انا عارفه راسي احسن منها. سعاد اغيط. شنو ما عجبتكش؟ علاش كامل؟ كامل انا كنبغي، كامل بغيت نبقى معاك. سعاد الا معمر راسك بشي حاجه انا ماشي ديال هادشي. يلا نوصلك. متأكدة؟ قدم نيتك حتى أنا فرحان. الله إلا فرحان. نعود من الأول ونسوي هاد المشاكل كلها. معايا أنا مي خصك تخير، وراكي عارفة محبتك مع نبيع الله. يلا تغلي لي فراسك. الحقيقة مرة، ولكن التمرة ديالها حلوة. قريب. السلام عليكم يا لاله. عليكم السلام. سمحي لي ما ديرهاش مني قلت صواب، حيت سوعات حالي ما شتا وتخلعت عليها. راه مريضه ما عرفت مالها. كيفاش ما عرفتيش مالها؟ ياك لاباس. يعلم الله شنو بيها. خلي مشاكلك عندك. بنتي معقوله وبنت الناس، ما عندها ما دير بيك. وانت انا ولد الناس. ولكن هاد الجاكيطة ماشي ديالي. أسيدي سير بحالك، بعد منا. والله ما تمشي بحالك حتى نعيط لك البوليس. الله يخليها سلعة.
مع بنتي باباك ما ماتش غرق، الحقيقة عندها قصة أخرى. كيسكي فو فولي دير بابا مات غرق في البحر؟ لا، دي عندك انت وعند الناس اللي كانوا حاضرين، والمدينة كلها تيقات بأنه باباك مات غرق، لكن السر خفت الموجة اللي لحتوا الشط. قبل ما يموت باباك بشي ايام قبيله، عزيز مالو؟ صافي ما بقيتش قادره نزيد معاه، ما بقيتش قادره نزيد معاه. صافي راه خديت القرار دابا، ما غاديش نزيد معاه. صافي صافي غير تما. يلا 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 معايا، يلا بشويه عليك على الشيطان. انا نعاونك، قولي اش طاري. عويلي سارة، ما يمكنش. غادي تعاونني؟ نعاونك. ها غير قولي شنو نديرو. انا نديرو غادي تجيب لي السم. السم؟ اه بغيت نقتلو يا مريم، بغيت نقتلو. لا 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 صافي، ما بقيتش باغا نشوفو، ما بقيتش باغا نتفكر داكشي اللي دارو فينا. السم لا. بلا مريم فين غدا؟ انا تمشي شي شويه. لا 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 يلا تغطي. لا فياش. لا 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 يلا قولي لي بعدا. صرا لاباس؟ كلات شي حاجه؟ ما قعدت صافي. صرا منكم ضرب شي عمر ومني رجع ان شاء الله عندنا. اوكي واخا تعومي معايا سارة؟ سارة مشيتي تعومي معايا؟ لا سارة تخليها هنايا، سير بوحدك. واخا نمشي نعوم بوحدي. لا
ملي نرجع غنديك تعومي معايا. يلا اسمحي لي، ما كانش حق عليا نجبد معاك هذا الموضوع. عارفه انت هو الراجل اللي مع ماما في التصويره ياك؟ كتشبهي ليها من نهار ما تبك، ما عاود شي شفتها. الموت والحب ما عندهم وعد. Vous pouvez la garder. Excusez-moi, je dois aller régler quelque chose à côté de la marine. M'chi Mac ? Non, merci. Je dois régler ça toute seule. Merci. Tu étais où ? C'est quoi cette histoire? Vous comptez aller où comme ça? Et parle-moi, putain! On n'a pas terminé. جرى مجموعين الطاكسي كيتسنى هنايا صربي راسك. يلا سالو سلام. سعاد قولي لي شي حاجه، شكون اللي قتل هذاك الباندغ؟ الحسد. L'ambulance, il dit, mais ils vont prendre soin de toi. S'il te plaît, ne pars pas.
الا غيستويكم ما غادي نمشي عند الله وانا مرتاح. انا غنستويكم. عشت حوايج مزيانين معاك. وعديني. خليك كيما انتيا. وعيشي حياتك. كنا المرأة غبرات راه ما لقيناش الكور ديالها. هي غبرات ولكن فيما كانت دابا مرتاحة أحسن مني، حيت أنا اللي بقيت هنا كنعاني. خدت مني بوحشية، ما بقيتش قدرت نحقق ذاتي. وفي الأخير أنا اللي تعاقبت. ما كان حملكش نسوية ديالي أنا، والله يميتك شي واحد ديالي أنا. وشمتيني علاش كيسواو كتقلب عليا انت غتلقى لي عرف غادي يقلب لي حياتي.
Thank you.